السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا مسلك دولي. اليوم إن شاء الله في إطار مراجعة للفرد المحروس الثاني اللي دخل فيه الشابيتر ديال إتيد دو فونكسيون نيميريك، يعني دراسة الدالة عددية. غادي نشوفوا هذا التمرين هذا في واحد بزاف ديال لي كيسيون اللي تيتعطاو بزاف، سواء في الكونترول تاني ولا حتى في امتحان وطني، يعني دي كيسيون اللي تيتعطاو بكثرة ودي كيسيون مهمين خصنا نكونوا عارفينهم، عارفين نجاوبوا عليهم. دونك ناخذوا هذه الفونكسيون هادي، اف اي اون فونكسيون ديفيني كوم سا اكس بلس 1 سور راسين اكس ديتيرميني دي اف. دونك بروميير كيسيون، نحدد دومين دو ديفينيسيون. دومين دو ديفينيسيون ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، دونك شنو نجي نكتب هنايا دي اف، نجي نكتب اكس ابارتيان ار ونشوف شنو عندي هنايا. عندي راسين في المقام وعندي كسر، دونك خاص هادشي اللي كاين تحت يكون ديفيرون زيرو، راسين اكس يكون ديفيرون زيرو، وخاص هادشي اللي كاين داخل راسين خاصو يكون سوبيريور ايكال زيرو. دونك هاد لي دو كونديسيون باش نضمن بجوج، شنو غادي ندير؟ نقدر نمشي ديريكتومون هادشي اللي كاين تحت الراسين نديرو سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، وبالتالي هنا شنو تنضمن؟ انه هذاك الشيء اللي كاين تحت الغاسين بوزيتيف، ونضمن ان هذا المقام هذا انه ديفيرون دو زيرو. دونك ديما الله يرزقك ملي يكون الغاسين كاين بوحدو في المقام، بوحدو كاين في المقام، هذاك الشيء اللي كاين لتحت كنديرو سوبيريور، يعني اللي تحت من الغاسين نديرو سوبيريور ستريكتومون زيرو، باش نضمن جوج حوايج، انه هذاك الشيء اللي تحت الغاسين راه بوزيتيف، صافي دير هنا الغاسين راه عندو ان سونس. و ثاني حاجه انه باش نضمن ان الديناميناتور هنا الي ديفيرون دو زيرو، دونك هداك الشيء علاش درت سوبيريور ستريكتومون زيرو. وبالتالي الدومين دو ديفينيسيون هنا غادي يكون هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي هي غادي تكون اكزاكتومون شناهي، هي لانترفال زيرو بلس انفينا، زيرو راه مكايناش لانو عندي هنا ستريكت، علاش هنايا زيرو مكاينش في الدومين دو ديفينيسيون. اذا بخوميييغ كيسيون مفيهاش مشكل. دوزيام كيسيون، calculer les limites de f(x) quand x tend vers 0 plus et interpréter le résultat géométriquement. Très bien, donc on calcule limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Il y a limite de x plus 1 sur racine x quand x tend vers 0 plus. On va faire un peu de temps. Le fond de la route est 1 et le tête de la 0. Madame Andy, il y a un peu de temps. Non nul sur 0, donc خصني نشوف هنا هو 0 بلس ولا 0 مان، دونك خصني نشوف الإشارة لو سين ديال الدينوناتور. الدينوناتور هنا إلي بوزيتيف تخي كليغ، علاش؟ الغاسين راه توجور بوزيتيف، دونك غندير هنايا بلس. كون كان المقام نيجاتيف غنديرو 0 0 موان. فوالا هاد بلس ما عندهاش علاقة بهاد 0 بلس اللي عندي، نو. كنشوف لو سين ديال هاد المقام، هاد المقام كيداير؟ غاسين إلي توجور بوزيتيف، هداك الشيء علاش دار 0 بلس. ماشي حيت هنا 0 بلس غندير هنا 0 بلس، داكو. عدد على 0 ديما راه على انفين، تيبقى واش بلس انفين ولا موان انفين، نشوف بوزيتيف على بوزيتيف، سا دون توجور ريزولتا كي بوزيتيف، تخي بيان. خاصني نعطي لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هاد ريزولتا. هنايا اف نكتبو، تقدر تجي تكتب انتربريتاسيون جيومتريك دو بوان وتكتب هاد لافخاز غادي نكتبو هنايا. لا ليميت انا لقيتها بلس انفين، داكو. ديما متى تكون ليميت ديال اف اكس كون اكس طون فيغ شي عدد وهنا عندك لانفيني كنكتبو هاد لانتربريتاسيون، سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون، ليكواسيون متى تكون لانفيني ليكواسيون نقدرو نجبدوها غير من هنايا. x إيكال هاد العدد اللي كاين هنايا، x إيكال زيرو، داكوغ؟ سيف أدمي أون أسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون x إيكال زيرو. دونك بصفة عامة، كون عندي ليميت ديال f لي x، x طونفيغ شي عدد كتساوي هنا لانفيني بلس انفيني ولا موان انفيني، لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هادي هو أن سيف أدمي أون أسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون x تساوي هاد العدد اللي كاين هنايا، داكوغ؟ تخي بيان. هاد لي زانتربريتور خصنا تحفظو، فوالا. تخوازيام كيستيون،
كالكولي ليميت ديال اف لي اكس عند بلوس انفيني والليميت ديال اف اكس على اكس عند بلوس انفيني. تري بيان فوالا، دونك ليميت ديال اف دو اكس عند بلوس انفيني هي الليميت ديال اش؟ ديال اكس بلوس 1 سو راسين اكس عند بلوس انفيني. الفوق بلوس انفيني تحت بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس انفيني فورم انديتيرمين. دونك هنا خصني نشوف كي غندير تنحيد هاد الفورم انديتيرمين. نقدر نفكر هنا نفرق هاد الكسر، شاتو اللي عندي هادي ليميت ديال اكس سو راسين اكس بلوس 1 سو راسين اكس، هادي على هادي زايد هادي على هادي عند بلوس انفيني. شاتولي ليميت هنا نضرب في راسين اكس فوق ولتحت، غتولي الفوق اكس راسين اكس على فان، تولي عندي غير غاس هادي تولي تساوي غاسين اكس. اولا نشد هاد اكس نديرها هي غاسين اكس او كاري، ولا فكنا تولي غاسين اكس فوق غاسين اكس، غتمشي واحد غاسين اكس مع غاسين اكس، غتبقى لي غير غاسين اكس. نتوما يمكن لكم تعقلوا شي غزاليف على قاعدة ا سو غاسين ا توجور، تقدر تكتب ديريكتومون غاسين ا ديريكتومون، داكوغ؟ لانه هنا هاد غاسين، ولكن نكون عارف ان ا راه بوزيتيف بيان سور، لان هاد ا شنو في الحقيقة هاد ا راه هي غاسين ا او كاري، يعني غاسين ا فوا غاسين ا، واحد غاسين ا تمشي مع غاسين ا تبقى لي هاد غاسين ا. دونك هادي نعقل عليها الله يرضي عليكم، ديريكتومون عندي واحد الغزولتا بحالك كتبها ديريكت هي على هاد الشكل هذا. 4 على غاس 4 سو غاسين 4 راه هي غاسين 4، 5 سو غاسين 5 هي غاسين 5 ديريكتومون. بلوس 1 سو غاسين اكس عند بلوس انفيني، هادي بلوس انفيني و غاسين بلوس انفيني يبقى بلوس انفيني، واحد على بلوس انفيني زيرو، دونك هنا دي بلوس انفيني. و جي كتب كار و كتب جيستيفيكاسيون ديالك، ليميت ديال غاسين اكس عند بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني، و ليميت ديال 1 سو غاسين اكس عند بلوس انفيني راه هي زيرو. داكوغ، اذا انا لقيت ليميت ديال اف اكس عند بلوس انفيني هي بلوس انفيني، شنو قال لي دابا؟ نحسب او الثاني قال لي ليميت ديال اف لي اكس اف لي اكس على اكس عند بلوس انفيني، دونك ليميت اف لي اكس على اكس كون اكس تنفير بلوس انفيني. غنمشي نعوض اف لي اكس هي شنو تساوي اكس زائد واحد على غاسين اكس، وهاد اكس تبقى في بلاصتها عند بلوس انفيني. هاد غاسين اكس نهبطوها لتحت ونضربها في اكس، قاعدة هادي عقلوا ليها ا سور بي لو تو سور سي، يكفي غير هاد بي هبطها لتحت وكتب ا سور بي سي، هاد بي هبطها لتحت وضربها في سي. علاش؟ لانه الا خدينا هذا وضربناه في المقلوب ديال هذا، داكشي اللي غادي يخرج لنا تخرج هي ا على بي سي. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا، غنشد اكس زايد واحد و غاسين اكس هبطها لتحت ونضربها في اكس، تولي اكس غاسين اكس داكوغ عند بلوس انفيني. بعد بلوس انفيني على بلوس انفيني فورم انديتيرميني، غنفرقو الكسر باش نحيدو هاد الفورم انديتيرميني، اكس سو اكس غاسين اكس، هذا على هذا زايد هذا على هذا، هاد اكس غتمشي مع اكس، شتبقى ليا واحد على غاسين اكس بلوس 1 سو اكس غاسين اكس عند بلوس انفيني، واحد على بلوس انفيني زيرو، واحد على بلوس انفيني زيرو، دونك انا عندي زيرو. ونقدر نجوزي كار غادي راه زيرو غادي زيرو عند بلوس انفيني. دونك انا حسبت هاد النهاية، شنو قال ليا؟ اي انتربريتي لو ريزولتا اوتوني. تخي بيان، ليميت ديال اف اكس عند بلوس انفيني لقيتها هي الانفيني، متى تكون ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير بلوس انفيني هي الانفيني، ميمكنش لي انا ندير انتربريتاسيون جيومتريك. مي متى تكون عندي ليميت ديال اف اكس على اكس كون اكس تنفير لانفيني وعندي زيرو، هنا عندنا انتربريتاسيون جيومتريك. دونك غنعطي انتربريتاسيون جيومتريك لهاد هادشي اللي خرج لي هنا ديال اف لي اكس على اكس، خرجت لي زيرو. هنا شنو تنقول هنا؟ الله يرضي عليكم، سأف ادمي اون برونش اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديز ابسيس، لاكس ديز ابسيس داكوغ، او فوازيناج هنا عندنا اكس تنفير بلوس انفيني، يعني او فوازيناج بلوس انفيني، او فوازيناج بلوس انفيني، هاي لانتربريتاسيون هي هادي. بمعنى اذا مشيت للمعلم، انا نشرح لكم بمعنى مشيت للمعلم، لا كورب جيت لي زابسيس بوزيتيف، اما غادي يكون بهاد الشكل غادي دير هاك ولا يكون دير هاك داكوغ، إما تكون عندنا هاد الحالة ولا هاد الحالة، سا ديبون
لي زوتر دوني اللي غادي يكون عندنا في التمرين نشوف وين الحاله غادي تكون عندنا. بحال الا كانت عندنا في هذه البلاصه فونكسيون كرواسون خاصها تكون عندنا هذه الحاله، ما يمكنش تكون هذه. واذا كانت فونكسيون دي كرواسون تكون هذه الحاله، ما يمكنش تكون هذه. داكور، دونك كاين دوتر دوني اللي غادي يحددوا لي لنا الحاله. المهم اللي نعرف انا هو انه او فازيناج بلوس انفي لا كوب اما غادي يكون داير هاك ولا يكون داير هاك. هذا هو لي تري امبورطون. غادي نكملو. فوالا كالكولي. فوالا فيريفي كو كيل كو سوا اكس سيبر ستريكتمون زيرو. فوالا عندي دونك شونجي ندير هنا في 4. اون اف اي ديريفابل سور هاد الانترفال اللي عطاونا اكس كبار من زيرو، سافو دير الانترفال زيرو بلوس انفين. بغيت جوستيفي جوستيفي، ما بغيتيش بلاش. إذا بغينا ندير جوستيفيكاسيون هنايا شنو غادي نقول؟ غنقول كوم كوسيون دو دو فونكسيون ديريفابل سور زيرو بلوس انفيني، اي كيل كو سوا اكس ابارتيان زيرو بلوس انفيني. هذا المقام هذا غاسين اكس راه ديفيرون زيرو. غادي إلا بغيت تزيدها مي ما تنحكروش عليها في الكوريكسيون. كاين دي بروف لي تيحكرو على هادشي، مي اون جينيرال هاد لا فراس يل سوفي تكتب ليا بعدا غير هاد لا فراس. داكور، اي ابخي تي باس ديريكتومون كالكولي لا لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي هي اف بريم دو اكس. غنمشي لا فونكسيون هاهي فين هي، خصني ندير لا ديريفي وخصني نلقى هاد النتيجة هادي اللي عاطيني هنايا. مزيان، هنا عندي او على في، تنعرفو الاشتقاق لا ديريفاسيون لا ديريفي ديال او على في. دونك شنو ندير؟ كندير اشتقاق ديال هادي ديريفاسيون ديال هادي فوا راسين اكس موان هادي فوا ديريفي ديال هادي اكس بلس ان فوا لا ديريفي ديال راسين اكس. تخي بيان، على هاد الفونكسيون اللي كاينه في الديرواتير او كاري راسين اكس او كاري. هنا تبقى ليا اكس داكوغ، لا ديريفاسيون ديال لا ديريفي ديال اكس بلس ان غتكون هي واحد، واحد في راسين اكس تبقى ليا غير راسين اكس موان اكس بلس ان غادي تبقى. لا ديريفي ديال غاسين اكس راه هي واحد على دو غاسين اكس. قاعدة عندنا باش يولي عندي، تولي عندي هنا اكس، هنا غاسين اكس موان هنا هاد اكس بلس ان، بحال عندنا اكس بلس ان سور ان، نضربو النيميراتور في النيميراتور ديما. دونك شتولي عندي؟ غتولي عندي اكس بلس ان سور دو غاسين اكس. بحال عندي x بلس 1 سور 1، نيميراتور فوا نيميراتور، ديميراتور فوا ديميراتور، غتولي عندي هاد الشكل هادا. نحاول ندير توحيد المقام هنا الفوق، هنا غتبقى x. دونك شيولي عندي هنا غاسين x سور 1، نضرب هاد غاسين x و 1 نضربهم في هاد، شتولي عندي؟ 2 غاسين x أو كاري سور 2 غاسين x، موان x بلس 1 سور 2 غاسين x. غادي يولي عندي تمايا دو غاسين اكس، غادي نحتفظ بيها. دو غاسين اكس او كاري سي اكس، دونك غتولي عندي دوز اكس موان هاد الموان ملي تولي فوق من هاد الفراكسيون تغيرو كاع لي سين لي كاين هنايا. داكوغ، دونك تولي موان اكس موان زان. اي باغ لا سويت شنو غيولي عندي؟ هاد دو غاسين اكس غتهبط لتحت وتضرب في اكس، غتولي عندي دو اكس غاسين اكس. وهنا نسامبليفي، دوز اكس موان اكس غتولي عندي اكس موان زان. دونك انا لقيت لا ديريفي شنو تتساوي. دونك سي اكزاكتومون داكشي اللي عاطينا هنا، شتي اكس موان زان سور 2 اكس راسين اكس، هادشي اللي عندي هنايا اكس موان زان سور 2 اكس راسين اكس. دونك ساليت لا ريبونس هنايا. جو باس على سانكيام كيسيون اللي هي دريسي طابلو دو فارياسيون ديال اف. طابلو فارياسيون دو اف، دونك شنو غنمشي نكتب هنايا؟ تبعوا معايا الله يرضيكم. اون ا كيل كو سوا اكس ابارتي ان لانترفال 0 بلس انفيني، لقينا ان اف بريم دو اكس شنو تتساوي؟ كتساوي اكس موان زان سور 12 اكس راسين اكس. داكوغ، اون انا خدام في لانترفال 0 بلس ان، صافي ديال اكس كي داير لي بوزيتيف، دونك اكس بوزيتيف راسين اكس بوزيتيف دو بوزيتيف، دونك هاد ديرواتور لي بوزيتيف. مي هنا عندي بوزيتيف ناقص واحد العدد بوزيتيف، تقدر هادشي يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. اذا هادي باينه بوزيتيف، دونك لو سين ديال اف بريم غادي تكون هي لو سين ديال لانه هذا بوزيتيف. اون كيل كو سوا اكس كي ابارتي ان انترفال صافي ديال اكس كبار قطعة من زيرو، دوز اكس غاسين اكس اي ستريكتومون بوزيتيف. داكوغ، سي با. الوغ
le sine de f prime de x est le sine de numérateur et le sine de quoi? De x moins 1. D'accord? Ça, on a le sine de f prime, rien fait le binôme a dit, yani a dit polynôme. On va d'un chien chou bada f prime de x égale à 0. Fintat salut le fintat n'aiden. F prime de x en avant de bad kasr. Donc en général, le kasr a d'un qui sert au 0. Mais tu connais kasr qui sert au 0, ça veut dire numérateur ou l'aise sert au 0. Que ce soit directement x n'a pas soit had qui sert au 0, équivalent que x n'a pas soit j'ai l'heure tout le wah. D'abord, je m'en vais dire, je suis directement tableau. Voilà, on a dit x, on a dit f prime de x, on a dit f de x. Je travaille sur l'intervalle 0 plus infini, 0 plus infini. Au 0, je suis dans une définition. Donc, on a deux barres en un. Ça veut dire f n'est pas défini en 0. On va refaire 0. F prime de x, on a dit que c'est 1, on a dit que c'est 1, on a dit que c'est l'intervalle 0 plus infini. Quand je dis ça. D'accord. On va حدد le signe de f prime. شنو قلت على le signe de f prime? Le signe de f prime et le signe de x moins 1. يعني انا بغيت نحدد le signe de f prime de x. انا عارف ان le signe de f prime راه هي le signe de x ناقص 1. نتخيل هنا في بلاصه f prime de x بحال عندي x ناقص 1 عندي هنا. X ناقص 1 هذه راه واحد البولينوم اللي تتكتب سو لا فورم ax plus b. نشوف غير a كيدير. هنا كنديرو لو سين ديال ا وهنا تنديرو لانفيرس ا انا راهو واحد بوزيتيف دونك انا ندير بلوس كون كان ا نيجاتيف ندير هنا موان يعني ادروات ديال في البلاصه فين تتعالو الى اف بري داكوغ هنايا طبعا الحال موان دونك لا فونكسيون تكون اي ديكروسون اي ديكروسون حنا كنحسبو ليماج ديال واحد شحال تساوي ليماج ديال واحد نرجعو للفونكسيون تكون واحد زائد واحد جوج جوج على واحد جوج تكون جوج وهنا الليميت ديال اف اكس عند 0 بلس ديجا حسبناها كنا لقينا بلس انفين دونك هنا عندي بلس لانفين داكوغ وعند بلس انفين كنا لقينا ديجا بلس انفين جو كخوا وي فوالا وي شي لقينا دونك فوالا طابلو فارياسيون هو هذا ديال لا فونكسيون اف Donc, très simple, mais que je dis ben là, d'aller comme on a qu'un domaine de définition. Le deux, ben, qu'elle dit, mais que je dis bien moins l'infini plus l'infini. Non, dis ben là, domaine de définition. Au zéro, on a hié tout le monde au zéro, mais que je fais domaine de définition. Les deux, bar, haptin, m'touazine. Je retourne tout à m'touazine. D'accord? Mizien. D'abord, une autre question. Utiliser la concavité de CF, puis déterminer les points d'inflexion. La concavité, هنا ملي تيقول لي ديتيرمين لا كونكافيتي نعرف انني خصني نمشي نحدد لا ديريفي سكوند يعني نمشي لهاد اف بريم دو اكس اللي عندي هنا ونعاود ندير لها لا ديريفاسيون يعني جو ديريف بور لا دوزيام فوا دونك شنو غادي نكتب هنايا دونك مادام هاد اف بريم غادي نمشي ندير لها ديريفاسيون اونكور اون فوا غادي نكتب هنا اون اف بريم اي ديريفابل يعني راه نقدر ندير لها ديريفابل Sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr. Autant que je vais dire la dérivation encore une fois. F prime de x, je vais dire là, on a dit la dérivation. D'accord? Il y en a deux fois. On va dire f seconde x, tout seul. Comme je vais dire la dérivation, on va dire la dérivation. X n'axe 1. Donc, je vais dire ça. غير هنايا مشيت هادي درت لها لا ديريفاسيون بور لا دوزيام فوا داكوغ يعني نمشي نديريفي هادشي دو ميم فاسون عندي او على في او على في نذكر بيها رانا هضرت عليها قبيله راه هي او بريم في ناقص او في بريم على هاد فونكسيون اللي كاينين لتحت او كار داكوغ وهادشي اللي نطبق هنايا اكس ناقص واحد بريم في دوز اكس راسين اكس moins x ناقص 1 في 2x racine x بريم علاش على 2x racine x لو تو كاي هادي نحسبوها اش تولي 4 x او كاي
fois x, يعني تولي 4x à la puissance 3. Il a حسبناها ديفيزيون تولي 4x à la puissance 3 لان 2 نفرق على 2 على x ولا راسي هذا تولي 4 هنا تولي x au carré وهنا تولي راسين x au carré هي x و x au carré fois x راه هي x à la puissance 3 d'accord très bien la dérivée ديالها دي راه هي 1 1 في هادشي غتبقى ليا 12x راسين x moins هاد x ناقص 1 راسين 3 fois la dérivation ديال هذا هنا عندنا برودوي ديال دو فونكسيون هنا نطبقوا واحد القاعده u v بريم شنو تتساوي هي u بريم v بلس u v بريم تكون عندنا برودوي ديال دو فونكسيون ها كيفاش تنديروا لي لا دايفاسيون غادي تعقلوا لها بزاف حتى تنسى عليهم هادشي اللي ندير هنا u راه هي 2x و v هي راسين x دونك شتولي عندي غندير 2x بريم فوا راسين x بلس 2x فوا راسين x بريم درت معقوفات لانه كثروا عندي الاقواس هاي 4x على بيسونس 3 هنا 2x راسين x موان x ناقص 1 غادي نحسب هادي هادي 2x بريم راه هي 2 غتولي 2 فوا راسين x داكوغ بلوس هادي الا درنا لها غتولي عندنا 2x فوا 1 سور 2 راسين x بعدا 2 غتمشي مع 2 كملو 4x على بويسونس 3 12x راسين x موان x ناقص 1 هنا غادي نحسبوها هي 2 راسين x وهنا تولي عندي هاد x غضرب في هاد البلاصة البلاصة نيميراتور فوا نيميراتور ديما تما تولي x سو راسين x و x سو راسين x كنا هضرنا عليها ديما تكون عندك x سو راسين x تي بروبوزي ديريكتومون راسين x علاش لان هاد x راه هي راسين x او كاري نقدرو نكتبو x هي راسين x او كاري ومن بعد الى فككنا تولي راسين x فوا راسين x غتمشي واحد راسين x مع راسين x غتبقى ليا راسين x اولا نضربو في راسين x فوق و لتحت واحد x تختز مع x غتبقى لي راسين x سي لا ميم شوز دونك شنولي عندي هنا تولي عندنا بلوس راسين x يا بخي شنولي عندي 4x على بويسونس 3 هنا 2x راسين x موان x ناقص 1 هادي اللي حسبنا راه هي 3x 3 2 راسين x بلوس راسين x راه هي 3 راسين x غننشر هادي نخليها هكا فوالا دونك شنتولي عندي 4x على بويسونس 3 هنا 2x راسين x موان هنا لي بارونتيز سون بريسيدي با موان دونك من الاحسن ديرو ديفلوبمون اونتر بارونتيز 3 راسين x فوا هادي راه تولي هي 3x راسين x ياك و 3 راسين x موان 1 هي موان 3 راسين x داكوغ تولي 4x على بويسونس 3 هنا 2x راسين x موان 3x راسين x و هاد موان ترجع بلوس لانه هنا عندنا موان 3 راسين x هاد لي دو نقدرو نديرو ليهم سامبليفيكاسيون تولي عندي موان x راسين x بلوس 3 راسين x غتولي عندي 4x على بويسونس 3 وهنا شتولي عندي نقدر نعملو براسين x شتولي عندي راسين x فاكتور موان x بلوس 3 هنا نقدر نوقف هنايا والفاكتوريزاسيون علاش درتها من هنا لهنا لان الفاكتوريزاسيون تساعدني باش نلقى لو سين ديال اف سكوند وانا الا عرفت لو سين ديال اف سكوند يمكن لي نعرف كونكافيتي داكوغ الا خليتيها بحال هكا اوما تبقى شويه معقده هكا يكون افضل يون بليس او تاني شنو تيبان لي راسين اكس بوزيتيف 4 بوزيتيف دونك لو سين ديال اف سكوند غتكون هي لو سين ديال هاد جوج هاد اكس على بويسونس 3 نقدر نكتبها حتى هي سو سيت فورم راسين اكس فاكتور موان اكس بليس 3 وهنا نقدر 4x على بويسونس 3 نقدر نكتبها هي 4x او كاري فوا x ونقدر نزيد نكتب هادي كوم سا راسين x سو 4x او كاري ياك فاكتور نقدر ندير بحال هكا فاكتور ولا فوا لا صافي يمكن ليا نخليها غير كومسا يمكن ليا نخلوها غير هنا عرفتي علاش لانه اصلا عندنا اكس لي بوزيتيف حنا راه اون ترافاي سور لانترفال 0 بلس انفيني دونك ما عنديش مشكل انا في
l'exposant ne compte pas un père n'est pas toujours à la position donc il en a de travail de scénario c'est pas la peine d'accord voilà donc d'abord je suis évalué le numérateur il est positif dénominateur il est positif le nombre x à 100 appartient à 0 plus infini la redémarrer l'intervalle 0 plus infini هذا بوزيتيف الراسين بوزيتيف دونك لو سين ديال اف سكوند راه هي لو سين ديال هادشي اللي كاين هنايا داكوغ دونك شنو نمشي ندير هنايا اون دونك شنو نجي نكتب هنا لقينا هاد الريزولتا ياك هادي هي اف سكوند دونك شنو نجي نكتب هنايا فوالا اون Quel que soit x supérieur ou strictement à 0, 4x à la puissance 3, le résultat avec n fut dénominateur, il est positif. Et racine x, qui dirait de racine x, il est positif. Alors, le signe de f seconde x est le signe d'LH de f seconde x. Pardon, et le signe de moins x plus 3. Hada positif, hada positif. Donc le signe de f seconde, on va travailler le signe de moins x plus 3. Moins x plus 3. Et en bas, je vais te dire que je chauffe f seconde de x, une quête annulée, la darore. Par qui je vais te dire le f prime de x, mais je vais te dire le tableau de variation. On dirait égal à 0. Équivalent. Et non, la fraction que tu sais au 0. Fraction que tu sais au 0. J'écris directement le numérateur qui sert au 0. Dans nos fractions fortes, j'ai acheté au 0, il y a un numérateur qui sert au 0. On a choisi le hadak ndiro qui sert au 0. Hadchi lequel fort. Racine x, facteur moins x plus 3. Ça équivaut à quoi? Que racine x égale à 0 ou moins x plus 3 égale 0. Et on a refait à coucher au cas de x égale à 0. On va dire impossible. Hadchi lèche. Voilà, impossible. Car x est supérieur strictement à 0, mais on va dire 0. Ou moins x, on va dire moins x, j'ai à l'autre, pour que j'ai directement à l'autre. Directement à la solution. Rien moins x, on va dire à l'autre, ou là, un dx, c'est ça, oui, 3. Donc, f seconde x, qui est à l'autre, il s'annule en 3. Quand j'ai dit le tableau. Le tableau dit, j'ai à la concavité. Concavité de CF. On a choisi x, on a f seconde de x, on a la fonction, elle est définie sur l'intervalle 0 plus infini, domaine de définition me fiche 0, f seconde de x fait le cas qu'on a annulé f3. D'accord? Ou bien sûr, le signe de f seconde x, je vais vous donner le signe de f seconde x. Et le signe de moins x plus 3. Et on a un tri, on a un polynôme, il y a un place. On a un le signe de A. A qui dire, il est négatif. Donc moins, on a plus. On a fait le place de point 3. Chauffe, on a f seconde, il s'annule en 3 en changeant les signes. Donc, fait le point, il a l'abscisse de la 3. Il leur donne les dialogues, bien sûr, au sujet de la radice qu'on f de 3. هذا البوان كتسميها سي تان بوان دانفليكسيون نقطة انعطاف يعني في هذا البوان لا كوب تيشونجي لا كونكافيتي ديالو كنجي نكتب ندير بحال ندير مثلث في هذه البلاصة ونكتب لي كوردوني ديال هذا البوان سميها باغ اكزومبل ا ونكتب الكوردوني ديال لوبسول هو 3 والارتوب غادي يكون هو اف لو 3 وخاصني نحسبو هاد اف لو 3 اف ليماج ديال 3 خاصني نحسبوها داكوغ الى حسبتيها وكتبتيها ديريكتومون غيكون افضل هذيك نسميها بوان دانفليكسيون هنا شنو تندير عندي بلوس لا كوب كيفاش تيكون تيكون دير هاك سافو دير سي اف لي كونفيكس سور لانترفال 0 3 هنا عندنا موان لا كوب تيكون دير هاك سافو دير لي كونكاف سي اف لي كونكاف سور لانترفال 3 بلس انفين دونك هنايا اللي درت اني جي ايتيدي لا كونكافيتي وساليت هنايا داكوغ قال لي فوالا بوي ديتيرميني لي بوان دافليكسيون هنا كاين سو بوان دافليكسيون
كيفاش تنحدد لي بوان دانفليكسيون؟ كنشوفو غير ديما اف سكوند فين تتانيلا، خاصها تكون تانيلا و بحال مثلا اف سكوند هنا انيلات في 3، خاص هنا هنا في هذا البلايص باش نقول هذا البوان في البوان لي لابسي ديالها 3 و ليماج ديالها و لوردون ديال اف لي 3، باش نقول هاد هنا راه كاينه بوان دانفليكسيون، خاص هاد لي دو سين خصهم يكونوا ديفيرون. اما كون كانت عندنا اف سكوند اكس كتسانيلا وما تتشونجاش هاد لو سين، يعني هنا بلوس وهنا بلوس ولا هنا موانا، هنا ما عندناش بوان، ما تتكونش عندنا بوان دانفليكسيون، خاص ضروري اف سكوند تكون تانيلا. دونك غنجي نكتب اون اف سكوند اكس سانيل ان 3 ان شونجون، ضروري نكتب هاد الكلمة هادي ان شونجون، en changeant le signe plus ou moins, deux signes différents. Alors, le point A, il y a 3, F3, est un point d'inflexion. D'inflexion, c'est-à-dire A3, F de 3 تاهي باش نحدد، باش نحسب هاد ليماج باش نعطي لوردون شحال تيساوي. F de 3 هي نحسبها هي 3 بلس 1 غتعطينا 4 سور راسين 3، نقدرو نخلوها كوم سا. ولا بغينا احتاجينا مثلا في لان غنحتاجو الى كون طلبو منا لاكو 4 سور راسين 3 تمشي نحسبها بالكالكولاتريس، او بيان راه الى كنتو غادي تنشئو لاكو تيعطوها لكم في لي دونيك اون دون 4 سور راسين 3 ايكال، يعني في نهاية التمرين تيعطوكم بحال هاد المعلومات إذا ما كنتوش غادي تستعملوا الكالكولاتريس. فوالا دونك اون تيرميني دونك ليكزيرسيس، جيسبيغ انكم شير زيليف هاد ليكزيرسيس تعاودو لانه تخي بون ليكزيرسيس، فيه بزاف ديال الحويجات اللي خاصكم تكونوا ضابطينهم بالنسبة لليتود فونكسيون. اي فوالا دونك ميرسي 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 انفينيمون ا فوتخ اتونسيون، اي جو دون رونديفو ا لا بروشين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.